اليوم سوف نقوم بإعراض قصيدة روائع الآثار. البيت الأول: إيه آثار بعل بكة سلام بعد طول النوى وبعد المزار. إيه هنا اسم فعل أمر بمعنى زيدي وتابعي، مبني على الكسرة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. آثار هنا منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بعل بكة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، لأنه اسما ممنوعا من الصرف لأنه مركب تركيبا مزجيا. سلام هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بعد هنا مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طولي هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. النوى مضاف إليه مجرورا وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. وبعدي هنا اسم معطوف على طولي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المزاري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إيه هنا جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. البيت الثاني: خرب حارت البرية فيها فتنة السامعين والنظار. خرب هنا خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حارت هنا فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، وحركت بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. البرية فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فيها في حرف جر وها ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. وفتنة هنا خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. السامعين هنا مضافا إليه مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. والنظار هنا اسم معطوف على السامعين مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما جملة حارت البرية فيها جملة فعلية في محل رفع صفة، لأن بعد النكرات صفات. البيت الثالث: معجزات من البناء كبار لأناس ملء الزمان كبار. معجزات هنا خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من البناء من هنا حرف جر، والبناء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. البناء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كبار صفة لمعجزات مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. لأناس اللام حرف جر، أناس اسما مجرورا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ملء مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الزمان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كبار هنا صفة لأناس مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. البيت الرابع: زادها فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعولا به. الشيب هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حرمة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
وجلالا اسم معطوف على حرمة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. توجتها فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعولا به. به الباء حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. يد هنا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الإعصاري مضافا إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما جملة توجتها به يد الإعصاري، جملة فعلية في محل نصب صفة. أما البيت الخامس، مثل القوم كل شيء عجيب، فيه تمثيل حكمة واقتدار. مثل فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. القوم فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كل مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شيء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عجيب صفة لشيء مجرورة، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. فيه في حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. تمثيل مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حكمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الواو هنا حرف عطف، واقتدار اسم معطوف على حكمة مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. البيت السادس، صنعوا من جماده ثمرا يجنى ولكن بالعقل والإبصار. صنعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. من هنا حرف جر، جماده اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. ثمرا مفعولا به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يجنى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. والواو هنا حرف استئناف، ولكن حرف استدراك لا محل له من الإعراب. بالعقل الباء حرف جر، والعقل اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والإبصار اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما جملة يجنى الفعلية في محل نصب صفة. البيت السابع، وضروبا من كل زهر أنيق لم تفتها نضارة الأزهار. وضروبا هنا الواو حرف عطف، وهو اسم معطوف على ثمرا منصوبا مثله، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من هنا حرف جر، وكل اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. زهر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أنيق صفة لزهر مجرورة، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. لم حرف جزم، وتفتها فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعولا به. نضارة هنا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأزهار مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما جملة لم تفتها نضارة الأزهار، جملة فعلية في محل نصب صفة. البيت الثامن، وشموسا مضيئة وشعاعا باهرات لكنها من حجار.
الواو حرف عطف شموسا اسم معطوف على ثمرا منصوبا مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مضيئة صفة لشموسا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها وشعاعا الواو حرف عطف وهو اسم معطوف على ثمرا منصوبا مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره باهرات صفة لشموسا منصوبة وعلامة نصبها الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم لكنها حرف مشبه بالفعل والهاء ضميرا متصلا مبني في محل نصب اسم لكن من هنا حرف جر وحجاري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره البيت التاسع وأسودا يخشى التحفز منها ويروع السكوت كالتزآر أسودا هنا الواو حرف عطف أسودا اسم معطوف على ثمرا منصوبا مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يخشى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر التحفز نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره منها من حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ويروع الواو حرف عطف ويروع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره السكوت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كالتزآر الكاف هنا حرف جر وتشبيه التزآر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أما جملة يخشى التحفز منها فعلية في محل نصب صفة وجملة يروع السكوت فعلية معطوفة فهي مثلها في محل نصب البيت العاشر تلك آياتهم وما برحت في كل آن روائع الزوار تلك تي اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ آياتهم هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة والميم علامة جمع الذكور والواو استئنافية وما نافية برحت فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء للتأنيث حرف لا محل له من الإعراب فيها في حرف جر وكل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره آن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره روائع خبر ما بريح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الزوار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الآن قد انتهينا من إعراب قصيدة روائع الآثار تابعونا في إعراب قصيدة روعة البيان في الفيديوهات اللاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته